زي ايه؟ زي ما يجي النهارده عايزين يسيبوا الدين خالص ويتخلصوا من الدين، يقول لك مش عايزين دين بقى، الدين اصله الزام، وربنا هيقول لك قال الله وقال الرسول، احنا عايزين ناخد حريتنا بقى وناخد ايه، بص ناخد راحتنا، واللي شايفينه احنا صح نعمله، مش شايفينه صح ما نعملوش. فوالله احنا شايفين ان الخمره ممكن تجيب لنا فلوس، والربا هيكسبنا، والدعاره هتعمل لنا سياحه، وهتجيب لنا السياح من كل حته يسيحوا عندنا ويتنيلوا ب 60 نيله، بس هناخد منهم فلوس. ايه رايك في الكلام ده؟ والله يا ريت، واي نوت، يلا يعني ليه لا، ما يلا ماشي، يلا ماشي نا. بس الدين بيقول، بقول لك ايه، دين ايه بقى وبتاع ايه؟ احنا دلوقتي هنبقوا ايه بقى؟ علمانيون. احنا دلوقتي في علمانيه او علمانيه، علمانيه جلوبالايزيشن من العالم، علمانيه من العلم. الاثنين الخلاصه ايه؟ مش عايزين سلطان للدين، ابعد الدين خالص دلوقتي، ابعد الدين خالص، مش عايزين دين. اللي احنا شايفينه صح نعمله، واللي احنا شايفينه صح ما نعملوش. طب وربنا؟ ربنا بقى عز وجل تبارك وتعالى خلقنا وخلاص بقى، ملوش دعوه بينا بقى، هو عايزين لنا يعني عشان خلقنا بقى، خلاص ربنا يسيبنا بقى، ربنا ملوش دعوه بينا. احنا بقى شايفين حالنا بصراحة، واحنا اعلم بقى من الله، واحنا ادرى من الله، نعرف نشوف حالنا ماشي ازاي. يعني ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ قال دي علمانية. ليه دي علمانية؟ علمانية، علمانية، ده كفر بالله، ده اسمه كفر بالله، ان هي الا اسماء سميتموها. الله يقول وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. سورة المائدة، إن الحكم إلا لله، سورة يوسف. والآيات كتير، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أدي القرآن، وأطيعوا الرسول، أدي السنة. مش لا أنا مسلم بس ربنا ماليش دعوة بيا، أنا يا رب مؤمن بيك بس أنت مالكش دعوة. الله الله، فين بقى يبقى إله إيه ده؟ يبقى إله إيه ده؟ أنتوا سميتم، وهذه تسميات خاطئة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب يبقى شغل الشيطان بقى انه بيعمل ايه؟ بيعمل الاتي، انه يسمي الحلال باسماء قبيحة ينفرك فيها، ويسمي الحرام باسماء جميلة فيحببك في الحرام زي ما